إذن تابعنا وإياكم مشاهدينا الكرام هذا التقرير. مرة أخرى أرحب بضيفي الدكتور حياة الله عتيد، الداعية الإسلامية ومستشار تطوير الذات. دكتور عتيد، تحية لك من جديد. إذن أنت صاحب تجربة الحقيقة دكتور عتيد في دعوة غير المسلمين في اليابان، وزرت اليابان أكثر من مرة. في البداية، ما شعورك اليوم واليابان فيها 110 مسجد بعد أن كان 4 مساجد في الثمانينيات، واليوم المسلمون وصلوا إلى حد 230 ألفا تقريبا حسب الإحصائيات وحسب تقرير ميدل إيست آي؟ المستقبل الإسلام. أنا شعوري مختلف عن شعوركم أنتم وشعور الإخوة الذين لم يزوروا اليابان وهم بعيدين عن أخبار اليابان. وأما أنا فشعوري مختلف قليلا. أنا أقول هذه أخبار سارة، لكن توقعنا حقيقة أكبر من هذا، لأن هناك العمل الإسلامي بفضل الله سبحانه وتعالى يعني شغال، وهناك دعاة مخلصون يعملون. للعلم أن اليابان هي منسية، نعم هي كوكب متميز آخر، تتميز بالكثافة، كثافة سكانية وكثافة تميز في الصناعة، في الاقتصاد، في التقنية، في كثير من الأشياء. فحقيقة هي منسية من ناحية الدعوية. فأنا شعوري مختلف. منسية من قبل المؤسسات والمنظمات الإسلامية والمنظمات والدعاة، لأن حقيقة هي بأمس الحاجة أن تزار وبأمس الحاجة للعمل هناك. فأنا أتوقع المستقبل للإسلام، لا شك في ذلك. لكن هذه الأرقام مما ذكرتم أنتم في التقرير، أنا هذه الأرقام لا تقفني كثيرا، يعني لا أندهش كثيرا. هي فقط التصاعد دكتور، فتح الله عليك. أنا من الداخل أنظر إلى اليابان، هناك نهضة إسلامية جدا قوية. إن قلت لك يا أستاذ محمد أن اليابان سوف تستلم الريادة إن شاء الله تعالى لبلدان المجاورة لها بالنسبة للإسلام، قد لا أكون أبالغ في هذا الشيء. تستلم ريادة، ريادة للإسلام إن شاء الله تعالى، لليابان نفسها وأيضا للدول المجاورة لها. هناك 3 ديانات في الإسلام في اليابان، شينتو وديانة البوذية والإسلام. أن تعرفون كما تفضلتم وسمعنا في التقرير، الإسلام بدأ هناك متأخر. هذه الديانات كانت من أقوى ديانات، لكن الآن بفضل الله سبحانه وتعالى كثير من المتعصبين من البوذيين ومن ديانة شينتو هم يرحبون ويدخلون في الإسلام. هناك اختراق إسلامي لليابان كبير جدا. مهم جدا أن إخواننا الدعاة يعرفون كيف يقدمون الإسلام لليابانيين. يابانيون أذكياء وفي نفس الوقت أغبياء. كيف؟ ما معنى هذا الكلام؟ هم أذكياء، هم يبحثون عن القناعة. لا يمكن تغيير الإنسان إلا بعد تغيير القناعات الداخلية لديه. إذا تم تعديل القناعات لديه فيتغير المهارات والقدرات وكل شيء، خلاص أنت تستلم إنسان متكامل. فهم أذكياء جدا، يريدوا أن يعرفوا كيف يستطيعوا أن يدخلوا في الإسلام. هم يريدون النماذج العملية، لا يشغلهم كثير التنظير، يريدون أشياء واقعية عملية. كيف أغبياء؟ هم في الأخذ والابتكار صحيح لديهم ريادة في الصناعة وفي هذه الأشياء، لكن صدقا هم لأجل أنهم مشغولون في العمل عمل 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 لا يجد وقت للابتكار. أنا تعبت كثيرا معهم في دورة من دوراتي تدريب المدربين. اليابان لا يجدون وقت للابتكار، معقول؟ ما عندهم وقت. لماذا؟ لأن كل واحد من الصباح الباكر يخرج ويذهب إلى العمل، عمل عمل عمل، يرجع في المساء في وقت متأخر. كل واحد هو عمله معروف في زحمة السيستم، يعني كما يقول في زحمة العمل. نعم، زحمة من بمعنى الكلمة أو كثافة بمعنى الكلمة. فالياباني لا يجد وقت للابتكار وعقله مشغول في عمله. أنا عندما كنت أعطيهم دورة تدريب المدربين في بقية البلدان الناس تستوعب بسرعة، لكن بالصعوبة جدا. هناك أيضا كان صعوبة لغة، مترجم كان يترجم كلامي لهم، وأيضا الصعوبة الأخرى القواعد التي أنا كنت أشرحها لهم ما كانوا يستوعبونها. لماذا؟ لأن عقولهم كانت منشغلة في أعمالهم الروتينية،
صحيح هناك ابتكار موجود، أكرر كما قلت لديهم يعني ريادة في الصناعة وفي اقتصاد وفي تقنية، لكن من شدة أنهم منشغلين في العمل لا يجدوا الوقت. كيف اختراق، كيف يمكن اختراق هذا الانشغال وبالتالي تسريب ربما تعليم الإسلام والإسلام أو بنماذج عملية كما ذكرت؟ أنا في عام 2014 قدمت لهم دورة تدريب المدربين، اخترنا من 7 مراكز إسلامية، من كل مركز إسلامي داعية واحد إجابة لسؤالكم. كان هدفها الأساسي إجابة على سؤالكم، حتى دعاة هؤلاء يعرفوا عقولهم وأنماط المدعوين لديهم، كيف هم يفكرون، حتى دعاة هؤلاء يتعاملوا معهم ويدخلوا إلى عقولهم وقلوبهم لكي يكون هناك نسبة المسلمون الجدد جدا عالية وجدا متميزة. ودور أخرى أتذكر قدمته بعنوان أهمية الجانب الروحي في حياة الداعية، 114 داعية اخترناه بالتنسيق مع مركز إسلامي مقر في طوكيو، 114 داعية فقط. طبعا هؤلاء 7 كان المفروض يدربوا بقية الدعاة. دورة تدريب المدربين هي ببساطة شديدة تدريب الدعاة. أنا مؤمن بأن التدريب رسالة وليس تجارة، ومؤمن بأن التدريب ضرورة وليس بطرف. هؤلاء الدعاة صدقا عندما دخلوا في الواقع دعوي وأصبحوا مؤثرين جدا على المدعوين، عرفوا عقولهم هم وأنماط المدعوين لديهم، فعندما داعية يريد يرسل رسالة واضحة يجب وجوبا أن الداعية بنفسه يعرف الرسالة هذه، ثم أيضا آليات الإرسال إلى عقول الأنماط المختلفة من المدعوين، ويجب وجوبا أن يكون لديه إجابات واضحة لأسئلتهم، فهنا سيكون اختراق كما تفضلتم. لكن الداعية عندما بشكل عام بشكل تقليدي يدعو ويحضر ويتكلم لا يكون دعوته مؤثرة. أنا حقيقة وجهة نظري الدعوة يجب أن يكون فيه محور الشر. هناك 10% من البشر هم أهل شر، كبيرهم إبليس عليه من الله مستحق، 10% هم أهل الصلاح والإصلاح، 80% هم من البشر في حالة تردد. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إن فقهوا، ودعا بدخول أحد العمرين في الإسلام أو قوة أحد العمرين في الإسلام، سيدنا عمر بن الخطاب وأبو جهل. وكلنا نعرف قصة هجرة سيدنا عمر بن الخطاب من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وقصة هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. إذن دخول سيدنا عمر في الإسلام كان له تأثير كبير جدا. ما معنى هذا الكلام؟ أتمنى الدعاة ينشغلوا في محل شر، أتمنى أن يدخلوا هم محلات الخمر، محلات الدعارة، محلات الشر، سينما. أنا لا أنصح الدعاة يتحدثوا عن أهمية الصلاة في المساجد. أخي الكريم 10% هم أساسا موجودون هنا. نعم إذا أنت تريد تدربهم وتمسك بأيديهم لهؤلاء وتخرجهم يتجولوا معك ويضربوا بيوت الناس لكي يأتوا إلى المسجد هذا ممكن، لكن أنت تتحدث عن أهمية الصلاة في المسجد، هم أساسا 10%. إذن بقي منك فئة هذه جدا كبيرة، 80 أهل التردد متروكة و10% هم في أهل الشر. إضافة هنا قاعدة عندنا أيضا في تخصصنا أن أهل الصلاح والإصلاح قلنا 10%. الرسول صلى الله عليه وسلم تأثر 10% من دعوته صلى الله عليه وسلم، و10% من سيفه وجهاده صلى الله عليه وسلم، 80% تأثر الناس من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. كان أخلاقه القرآن كما يقول سيدنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وكأن القرآن يمشي على الأرض. إذن قدوة. مهم جدا أن الداعية قبل أن يتحدث، قبل أن يدرب، قبل أن يحاضر، يجب أن يكون هو أنموذج، يجب أن يكون هو أنموذج لإنسان الصالح السليم. فالإنسان الصالح تكون الدعوة مؤثرة في الغير ولمزيد من الاستقطاب. بالتالي الإنسان الصالح الناس ليس لديه مشاكل. متى الناس يكون لديه مشاكل مع إنسان؟ عندما ينتقل من زاوية صلاح إلى الإصلاح. كل الناس لديه مشاكل مع الإصلاحيين صحيح، لكن الناس الصالح هذا والله يصلي وإنسان طيب وكذا ما أحد عنده مشكلة. فبالتالي يجب
أن هذه الداعية عندما ينتقل من مرحلة الصلاح إلى الإصلاح يجب أن يكون صاحب قلب كبير. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فمشكلة كبيرة حقيقة للدعاة في العالم وخاصة في اليابان، ما كانوا يدركون، ما كانوا حقيقة يفهمون اختراق أو دخول إلى قلوبهم، قلوب اليابانيين وإلى عقولهم. فبالتالي أنا عندما زرتهم لمرة ثانية في عام 2000، والرحلة الأولى كان في عام 2014 والثاني في 2017، عندما قابلت الدعاة وقرأت أنا النتائج والتقارير حقيقة قلبي فرح بفضل الله. كيف كانت التجربة دكتور؟ تجربة كانت جدا رائعة. هم دعاة أنفسهم قالوا، قال شكرا يا عتيد، نحن اكتشفنا ذاتنا أولا ثم عرفنا نحن عقول المدعوين فعلا، وهم تأثروا، وعندما نحن الآن نناقش اليابانيين ففعلا هم يؤمنون. أعطيك قصة، كنا في رحلة من طوكيو إلى ناغويا مدينة، هناك أخ باكستاني عمل مسجدين أو مركزين للإسلام. أنا ومرافقي أحد الإخوة من مدينة جدة المملكة العربية السعودية، فكان يرافقني في السفر الأخ مهندس إبراهيم، فركبنا في القطار السريع، مقعدي أنا كان بي ومقعد صاحبنا كان سي، مقعد إيه كان فاضي. القطار السريع إكسبريس ترين تحرك، صاحبي كان يعشق الصور والمناظر، قال لي عتيد انتقل إلى إيه، ما أحد يأتي، هذا مقعد فاضي. قلت أخي الكريم نحن في طوكيو، أرجوك لا تحرجنا، قد يأتي هنا أحد. المهم قال لي ما في أحد، هذا القطار السريع خلاص يتحرك. انتقلت فعلا إلى مقعد إيه، بعد دقائق تقريبا 5 دقائق توقف القطار، فركاب الجدد دخلوا القطار. قلت يا رب سلم. في فتاة يابانية جاءت هي صاحبة هذا المقعد، شافتنا نحن أنوفنا طويلة ولسنا باليابانيين، فقالت بأدب excuse me this is my seat، لو سمحتم هذا مقعدي. فأنا اعتذرت منها وهي جلست يعني في مقعدها وتحركنا. أنا صدقا قبل أن تجلس أعطيت هدفا قصيرا لعقلي، الرحلة ساعة 35 دقيقة، قلت يجب وجوبا أن تشهد هذه الحرمة أو هذه سيدة كلمة طيبة بالطريقة شيخ نعمة الله الذي كان إماما هناك في نعمة الله التركي، هذا شيخ نعمة الله التركي، نعم الداعية التركي رحمه الله، رحمة الله بطريقته. فأعطيت يعني عقلي هذا الهدف. المهم بدأنا أول شيء يعني اعتذرنا منها وأعطينا بيزنس كارت حقنا أن نحن معروفون ونحن يعني آسفين يعني في هذا الخطأ. المهم تحدثنا معها، قلت لها ما رأيك بالنسبة للإسلام؟ خافت يا أستاذ محمد خوف عجيب غريب، فكرت أنها هي تريد تسقط نفسها من النافذة هكذا، فقالت أنا خائفة جدا لا تحدثون عن الإسلام والمسلمين. سلامات لماذا؟ قالت أنا أعرف الإسلام والمسلمين هنا في طوكيو مركز كبير في مسجد تركي كبير، قال يوجد هنا هم عندهم أسلحة ورشاشات وخاصة سيدات يغلقون وجوههم وهم يقتلون يبحثون عنا، فأنا خائفة. قلنا لها مرة أخرى نحن آسفين، بيسوس سوري خلاص أترك هذا الموضوع أيضا. كيف الحياة في اليابان؟ كيف الناس تعيش؟ هذه الصورة النمطية عند اليابانيين حتى عند البعض. هذه كانت رائدة في ديانة شينتو، كانت واحدة داعية لديهم. المهم قلنا لها كيف الحياة الاجتماعية، لماذا الناس ينتحرون كثيرا، عندهم انتحار كثير؟ قالوا الناس يبحثون عن الفلوس. طبعا مطوعين ديانة شينتو والبوذية يأخذون منهم الأموال تذاكر الجنة بمبالغ جدا خيالية، هناك يصلون عليهم صلوات بمبلغ وقدره، نعم هل تريد جنة بدون حساب، هل تريد مثلا كذا، فيأخذون منهم مبالغ يضحكون بها. كل هؤلاء اليابانيين يعملون لأجل يدفعوا لهؤلاء الناس شينتو والبوذية، هؤلاء يضحكون عليهم، لذلك هم الآن أصحاب شركات كبيرة جدا. المهم قلت لها ما رأيك يا سيدة، أنا أعطي لك كلمة، هي ليست بالإنجليزية وليست بالعربية، إذا قرأت الكلمة وطبقتها في حياتك ستكون أسعد امرأة وتكون امرأة سعيدة جدا. قالت يا ليت أنا أريد. قلت يلا بسم الله، قولي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، بطريقة شيخ نعمة الله. المهم هي كررت معي تقريبا 9 إلى 10 مرات، أصبحت تنظر إلي هكذا، قالت لي هل أنت ساحر؟ قلت لها لا أنا مستشار تطوير الذات، أنا لست ساحرا. قلت لها لماذا؟ قالت والله أنا أشعر شعور في داخلي، شعور لم أشعر به في حياتي. قلت لها مبروك أنت مسلمة، أصبحت مسلمة واسمك فاطمة أو شيء من هذا القبيل، أعطي لها اسم. أعطينا لها كارت مركز الإسلامي وزارت مركز الإسلامي في طوكيو بعد 3 أيام واستلمت شهادتها ودخلت في الإسلام.
قبل أن تنتهي رحلة ساعة 35 دقيقة بفضل الله تعالى نطقت كلمة الشهادة. هناك نماذج كثيرة الناس نطقوا شهادة حقيقة في أقل من 10 دقائق. هم يبحثون حقيقة في نصف ساعة. في نصف ساعة أسلمت دكتور عتيد، هذا أمر يعني في أقل يبدو للبعض خيالي. في أقل، أن أتذكر في إحدى الدول الخليجية مرة أنا نزلت من الطائرة فكان عندي أغراض كثيرة، فأحد العمال الحمالين ساعدوني صدقاً عندما استلم العربة وأنا كنت معه، وبدأت أدردشه وأحدثه، ففي خلال دقائق الرجل هذا أسلم ونطق الشهادة. ثم وضعنا الأغراض في سيارتي، هذه قصة في مدينة جدة، قلت حتى لا يضحك علي، أنا كنت قادم من البحرين، قلت حتى لا يضحك علي أخذت هناك لفرع شؤون إسلامية والإرشاد في المطار، فقلت لهم يا إخوتي احرصوا على هذا الأخ نطق معي شهادة، غيروا له إقامته وغيروا له اسمه وكذا، وأكرمته أيضا بشيء بسيط جدا، قلت حتى يعني لا يضحك علي، يعني ممكن هو يعني نطق شهادة لأجل المال معين وكذا. فعلا عندما تابعته مرة أخرى الولد نشيط. الشاهد أخي الحبيب، هم بأمس الحاجة، والله بأمس الحاجة، كما أننا نحن بحاجة إلى شرب الماء أستاذ محمد، هم بحاجة إلى من يساعدهم ويدلهم ويرشدهم إلى الإسلام. هم علموا أنهم حقيقة على خطأ. في إحدى الدول الخليجية أيضا كنت مرة، كان عندي دبلوم في 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 تدريب المدربين لمدة 10 أيام، سألت أحد الإخوة الموجودين في 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 استقبال الفندق، فقلت له صاحبك هذا غير مسلم، ما رأيك لو يحصل زلزال وهو نائم هل تقذه؟ قال أكيد هذا أخي. فقلت له لماذا أنت لا تدعوه إلى الإسلام وهو بكرة يموت ويدخل النار؟ قال أنا أيضا مسيحي، يتحدث باللغة العربية. المهم وجدت 10 فيهم، 10 أشخاص غير مسلمين، بالتنسيق مع مدير الفندق نسقت معهم، أنا عندما أخرج إلى الاجتماعات وأرجع وأجلس معهم أيضا كنت أفطر في نفس الفندق. المهم أصبحت أحتك بهم بفضل الله سبحانه وتعالى، احتفلنا خلال 9 أيام بالضبط على إسلام 10 أشخاص ما شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله. الشاهد هؤلاء بأمس الحاجة. أنا حقيقة أعاتب الناس الذين يعملون لديهم كخدم والسائقين وغيرهم في بيوتهم ولا يقدمون لهم الإسلام، لكن أنبههم أول شيء قدوة. أنا طلبت من إحدى السيدات في نفس الفندق، قلت هذه فلانة غير مسلمة، قالت يا أخي أنت تدعو إلى الإسلام، هل تعرف أن كثير من المسلمين يطلبون مني طلبات غير شرعية؟ فلماذا أنت تزود عدد المسلمين؟ يجب أن نعمل نحن على الإتقان. على فكرة سر تطوير اليابان من الإتقان كايزن. أتوقع عندك سؤال أيضا بالنسبة طيب سنعود لهذه النقطة، لكن أكثر ما لفت انتباهك دكتور عتيد في اليابان أثناء الدعوة إلى الإسلام بالتحديد؟ حقيقة أنا تعلمت منهم أكثر، أعطيت لهم القليل وتعلمت منهم الكثير. لماذا؟ أنتم تعرفون أخي الحبيب قبل أن يضرب يابان من قبل أمريكا عام 1953، فعندما ضربت يابان أمبراطور اليابان أصدر قرار، قالوا نحن بأمس الحاجة إلى كاي كاكاو. باللغة اليابانية كاي كاكاو هو التغيير الأساسي، التغيير الجذري، من الفقر إلى الاقتصاد، من الحروب إلى السلم، من 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 المشاكل إلى الريادة في الاقتصاد وفي التقنية. فكاي كاكاو قالوا لن نصل إلا بكايزن. ما هو كايزن؟ هو التغيير البسيط المستمر. أنا متخصص في هذه النظرية الإدارية اليابانية، ومن أجلها أيضا سافرت إلى اليابان لكي أتعمق في هذه النظرية. هذه النظرية أخي الحبيب أزودك من البيت شعرا، أن هي مأخوذة من معادلتين اثنتين في دين الحنيف، وهما الإتقان والإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من عمل منكم عملا أن يتقنه. فهم أخذوا حقيقة هذه النظرية وطبقوها في حياتهم، لذلك عرفوا اليابانيين الإحسان وعرفوا اليابانيون الإتقان. أعمالهم فيهم إتقان عجيب. عندما تسألهم لماذا أنتم منظمون، لماذا أنتم تحترمون الوقت، قرأت عقلي لا يقبل هذه المعلومة، أن تأخر القطارات في اليابان في خلال سنة لوحد 7 دقائق، عفوا 7 ثواني، 7 ثواني فقط لوحد تأخر القطارات في اليابان في عام كامل. فعندما تسألهم إتقان شديد للعمل جدا. لماذا أنتم هكذا؟ يقولون نحن كيزن العمل، نحن مكيزنين الأعمال. فهم
على سبيل المثال نحن كمسلمين لماذا لا نطبق كايزن في حياتنا؟ كل يوم في الوقت المبكر نستيقظ من النوم العميق لأجل صلاة الفجر، ونقرأ أذكار الفجر، ونقرأ وردنا من القرآن الكريم كل يوم. كل يوم يجب أن نصلي نحن 5 صلوات بإتقان بخشوع. هذا الصلاة عبارة عن اتصال مع خالقك، مع 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 خالق الكون، مع رازقك. أين نحن في خشوعنا في صلواتنا؟ المسلم يجب أن يكون مفتاح للخير ومغلاق للشر، يجب أن يطبق ما يقرأه من النصوص الشرعية من القرآن والسنة. لكن نحن مشكلتنا لا نطبق، هم طبقوا. أنا دائما أسأل لماذا يوجد كلمة مستشرق؟ صدقني أن الغرب ما وجدوا في الشرق إلا كتاب الله وسنة رسول الله وطبقوها في حياتهم واستخرجوا منها النظريات واستخرجوا، وبعد ذلك نحن نذهب ونتلمذ عليهم ونأخذ منهم. هم مستشرقون، أخذوا هذه النظريات منا. فبالتالي الذي أوقفني كثيرا التزام شديد الالتزام لليابانيين في مبادئ الحياة. هل تعرف الطفل لمدة 6 سنين يذهب المدرسة يتعلم الأخلاق؟ لا يوجد في المرحلة الابتدائية رسوب ونجاح. الطفل عندما يصل إلى عمره إلى 6 سنين يتعلم الأخلاق في المدرسة. هل تعرف أن 97% من الجنايات في اليابان هي مسيطرة عليها شرطة؟ هل تعرف أن السجن لديهم السجين يدخل برضا نفسه، وإذا عنده مشوار أي مشوار يطلع يقضي حاجته ثم يرجع للسجن. سجن في اليابان كفندق 5 نجوم. زرت مدرسة من المدارس لديهم بالنسبة للسجن كفندق 5 نجوم. أول ما يدخل السجن هناك لقاء جدا طيب، يجلس معه المتخصصون، ماذا تتقن وماذا تعمل، يفتح له حساب ويشغله فورا من يوم الأول يوم في سجن في أعمال التي هو يعشقها وهو يرغب بها. حقيقة عندما أنا وجدت التزامهم في كل هذه الأشياء قلت نحن حقيقة مسلمون بكل أسف. وأنا قلت هذا الكلام في مقال موجود في الانترنت 10 أيام في بلاد الشمس. أنا قلت نحن مسلمون حقيقة. أنا وجدت في اليابان الإسلام ولم أجد المسلمين إلا النادر. نحن نتحدث ننظر نتكلم لكن بعدين لكن سر هذا التطور الكبير دكتور عتيد كما ذكرت هو هذا السيستم أو هذا النظام الكايزن. نعم. الذي هو مبني على أساسين كما ذكرت. نعم. الإتقان والإحسان الموجودين في ديننا الحنيف. هذا هو السر، هذا هو السر الكبير. كانت هناك إرادة سياسية موجودة لأن الإمبراطور هو الذي أخذ هذا القرار. كايكاكاو إرادة سياسية. لكن هناك الشعب أخذوا هذه الأشياء حقيقة من طي أنفسهم. هل تعرف أن البلدية تشربوها لا تنظف يعني. بالضبط. البلدية لا تنظف شوارع في اليابان. كل واحد ينظف بيته وينظف الشوارع الصغيرة ثم شوارع العام. البلدية أكرمكم الله فقط تبحث عن زبالة وتنقلها في أماكن الخاصة المخصصة لهم، ينقلها مكان. منطقة هاكوني يترددها تقريبا 200,000 من البشر من السياح. مرة خرجنا مع أنا وصديقي هذا مرافق، قلت له يا إبراهيم ساعدني نبحث أكرمك الله عن زبالة نجد شيء. أخي الكريم لم نجد شيء. منطقة يرددها 200,000 من السياح، حتى الأجانب يتأدبون. خرجت من المطعم وكنا مستعجلين شوي، أنا عندي عود أسنان لتخليل الأسنان، العود الخشبي الصغير، ما عندي مكان، وضعته أنا معي في الجيب البنطلون، كنت مصدع، أكلت حبة باراسيتامول، لم أجد زبالة أكرمك الله، سطل زبالة قريب، وضعته أيضا معي في الجيب. المشكلة في كثير من البلدان يفرضون عليك هذا الأسلوب، خلاص يفرض على كل زائر. أنا أتمنى حقيقة أتمنى خاصة دعاتنا الأفاضل أتمنى أن يزور اليابان بغية التطوير لأنفسهم ثم بغية الإعطاء لهم، فهم بأمس الحاجة حقيقة. هل هذه البيئة دكتور عتيد التي حكيت عنها هي مهيئة للدعوة للإسلام بشكل كبير أم أن هناك انغلاق في هذا الأمر؟ جدا مهيئة، هناك حرية متاحة جدا. لا أحد يمنعك أن ما تقدم، فهناك حرية مطلقة وهناك حقيقة رغبة موجودة. الصورة النمطية، نعود إلى الصورة النمطية بتحديد. لما ذكرت ونبهت على الصورة النمطية قلت أن بعض اليابانيين عندهم الصورة النمطية الموجودة عن المسلمين كما صحيح. في الغرب صحيح. المسلمون إرهابيون وكذا وكذا. الصورة النمطية بشكل عام في اليابان كيف رأيتها؟ طبعا هذه الاستثناءات يعني لا نعممها. بشكل عام الياباني قلت لك هم قوم ذكي
وفي نفس الوقت عندهم أيضا من ناحية تخصصي عندهم أعطيت له هذا الشيء آخر أيضا عكس ذكي لا أذكر المسمى. فشاهد هم أذكياء، هم جدا يترقبون لأحوال الناس. على سبيل المثال هم لديهم ثلاث آلهة، أول شيء أمبراطور، هذا يعني يظنونه كإله لهم. ثاني شيء آلهتهم في ديانتهم شنتو أو بوذية، هذه الديانات ديانتين رقم ثلاثة إسلام منتشرة، المسيحية يعني خفيفة ليست على 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 يعني نطاق واسع. ثم إلههم الثالث المشتري، الذي يشتري هذا يحترمونه هكذا عندهم عادة هكذا كأنهم يعني يركعون، هذه تحية لهم هكذا للمشتري مادية يعني مادية. طبعا هذا الكلام ما له وما عليه، يعني كلام الذي أنا وأنت نتحدث به ما له وما عليه، هم ديون بحت، العمل أيضا لأجل المادة، فهم يحترمون المشتري ويحترمون الأجانب بشكل عام. فأل تعرف أن بداية نشر الدعوة الإسلامية في اليابان هم كانوا سببهم تجار؟ التجار نعم. التجار هم أنفسهم، لماذا؟ لأنهم يحترم التاجر كثيرا، يعتبره آلهة له أو إله له، فبالتالي هنا يجب وجوبا أن التجار يحمل لديهم هذه الفكرة أن هذا الإنسان هو بالنسبة لي مدعو، نعم أن أتعامل معه معاملات تجارية، يجب أن أكون أنا شفافا واضحا في تعاملاتي المادية، ولكن يجب أن يكون أنا لدي مآرب أخرى أيضا بدون مآرب تجارية واقتصادية، أن يكون قدوة في البداية أمانة وصدق، قدوة ثم الدعوة، ثم أيضا يبادر دعوة مباشرة لدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فتوجد هناك مراكز إسلامية، فهذا التاجر المحترم عندما يبادر ويتحدث حتى إذا هو ما كان عنده خلفية إسلامية كبيرة، فتوجد هناك مراكز إسلامية متخصصة، هناك يوجد دعاة بإمكانهم رغم أنهم أيضا ضعيفة ليست قوية جدا، لكن هناك يوجد هناك من يحتضن هؤلاء المسلمين مسلمين الجدد. فالشاهد يجب وجوبا كل من يذهب إلى اليابان سواء للتجارة أو للسياحة أو للعلاج أو لمآرب أخرى، يجب أن يضع في عقولهم أن بعد عودتي من السفر يجب أن يعطي رقم معين، يجب أن أبلغ هذا الإسلام. أنا وجهة نظري كل مسلم هو داعية، يجب أن يكون يعني يجب أن يكون كل مسلم داعية. ذكرت قبل قليل التجربة، الأمر ليس صعبا، الموضوع فقط الموضوع يحتاج إلى بعض المهارات أيضا دكتور، والمبادرة، المهارات البسيطة وأيضا المبادرة، وأن هذا الإنسان لا يستحي. كثير من الناس يقولون هذا ليس شغلنا، هذا شغل المتطوعين والدعاة والعلماء، وأنا ما عندي مهارات كثيرة وما عندي قدرات كثيرة، خلفيتي الثقافية ضعيفة. هذه هي الإشكالية الكبيرة، يعني التردد مقبرة الفرص، هل أبادر أو لا أبادر، هل أتحدث أو لا أتحدث. أخي الكريم قدم دعوة لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، إن قبلت دعوة فأهلا سهلا، إذا ما قبلت فللمجتهد أيضا حظ. نعم. إن شاء الله لا تحرم من هذا الأجر. عموما أرض خصبة وأرض بكر وهي جاهزة، وأنا أكرر المستقبل في اليابان للإسلام كما بدأت بهذا جميل اللقاء. جميل. لكن علينا أن نحن نستعمل أنفسنا وأيضا إخوتنا في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى هناك. نعم دكتور عتيد، كيف كانت تجربتك مع الأطعمة والمشروبات الحلال هناك في اليابان، أيضا مع وجود المسجد ربما للصلاة وغير ذلك؟ في البداية نحن حقيقة عانينا بعد المعاناة. أذكر قصة في منطقة هاكوني، منطقة سياحية، عندما ذهبنا دخلنا المطعم أنا ومرافقي هذا إبراهيم، قلنا له ماذا نطلب، فطلبنا سمك بعيدا عن كل المذبوحات، يعني كل المذبوحات نعم، فارتحنا له. فأنا سألته قلت إبراهيم بأي زيت، لم يكن مشويا السمك هذا وإنما طبخوه في الزيت، فقلت له أي زيت هذا، فقال قد يكون زيت الخنزير. فحسبنا صاحب المطعم وقلنا له يعني نحن آسفين ما نستطيع أن نأكل يعني هذا الطعام. خرجنا من المطعم أخذنا الفاكهة، أكلنا الفاكهة. كانت هناك بعض المطاعم، ميزة المراكز الإسلامية أنهم أيضا يعطون شهادة الحلال، ففي المطار مثلا ناريتا يوجد هناك بعض المطاعم للحلال، لديهم لوحات موجودة. الآن يوجد 800 مطعم حلال في اليابان. صحيح الآن المطاعم كثرت بفضل الله سبحانه وتعالى. وكانت هناك حقيقة في عام 2014 وعام 2017 أيضا كان عدد المطاعم يعني لا بأس بها، يعني المرة الثانية أنا عندما سافرت فوجدت مطاعم أكثر.
أتذكر في أخ مصري متزوج بواحدة يابانية. على فكرة زواج أيضا سبب مهم بالنسبة لنشر الإسلام. ففتحوا مطعم عربي يعني جيد، وكانوا الناس يعني يأتون إليه من أماكن بعيدة جدا، والطعام كان ينتهي عندهم بسرعة. فهذه أيضا الآن تقريبا هي هذه نقطة محلولة، حتى أنا استغربت بعد غير المسلمين أيضا هم يرغبون من ناحية الصحة الحلال، لا يأكلون في مطاعمهم، وإنما هم أيضا يرغبون. هناك من يقدم على مطاعم المسلمين جدا، مقبلون اليابانيون غير المسلمين على الحلال. عندما سألناهم عن سبب فقالوا هذه أطعمة صحية. سبحان الله. فأيضا بدأنا من هذه زاوية. هذا منطلق للدعوة، منطلق جدا كبير. اللغة العربية مدخل جدا رائع هناك للإسلام. أنا قابلت فتاة في عام 2014 خطها جميل، كان في حصة الخط. وفي عام 2017 قلت لها قدرا دخلت نفس المعهد فوجدت نفس الفتاة، فقلت لها أنا وجدتك في عام 2014 خطك جميل، أول مرة عندما دخلت أستاذ كتب له وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. فقلت له اقرأي عن هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كان في عام 2014. في عام 2017 قلت هل أنت قرأتي عن هذا الرجل؟ قالت نعم هذا رجل عظيم. فقلت لما رأيك تصبح أختي وتنطقي الشهادة وتدخلي في الإسلام؟ فنطقت معي شهادة في ونحن كنا في فصل دراسي لزيارتهم. فقلت لها أنت اسمك خديجة. ففرحت كثيرا جدا إن شاء الله. وغدا أحضرت بعض الحلوى وبعض الأشياء، هذا المقطع أتوقع موجود في اليوتيوب أيضا ما شاء الله. غدا أحضرت بعض الحلوى وبعض الأشياء منها أيضا تمر، وكانت محجبة ما شاء الله. هذه سيدة الكريمة كانت سببا في إسلام خمسة من الفتيات في الإسلام، صديقات القريبات في المدرسة يعني لها. فالمدخل رائع جدا. أيضا اللغة العربية، هناك بعض المراكز اهتمامهم بهذا. كان سيدة كانت تعمل في سفارة اليابانية في القاهرة، لغتها العربية كانت ما شاء الله جدا طيبة، وكانت أيضا تتعلم الخط، جاءت أيضا تتعلم الخط، فهي أيضا واحدة كانت من داخلات الخمسة اللواتي دخلنا بالإسلام. عموما المبادرة وحقيقة الاهتمام بالإتقان والإحسان مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أشكركم شكرا جزيلا. ربما سألتك عن المساجد، لكن المساجد في النهاية مع التقرير هناك 110 مساجد اليوم في اليابان، بعد كان 4 فقط في الثمانينيات لضيق الوقت. أشكركم شكرا جزيلا دكتور حياة الله عتيد، الداعية الإسلامي مستشار تطوير الذات، كنت معي طيلة هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. شكرا جزيلا لكم. العفو منكم. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.